سافروت واحد المدينة سياحية معروفة بالبلاغي ديال الرجال والنساء، وبالنسبة للجلد باش كنخدمو حنا كنخدمو بالجلد المعزي والغنمي والبقري والجملي. بالنسبة للمعزي كنديرو فيه بلغة من الفوق، مثلا الصفراء والحمراء، والدوبلور كنضبلوه بالغلمي. الغلمي ملي كنضبلو بالغلمي باش يجي الجلد داخل رطب، والفرش كنديرو فيه الجلد ديال البقري ولا ديال الجملي. وبالنسبه لي موديل اللي كاينين، كاين بالنسبه لا كولور حمراء ديال العيالات ولا كولور صفراء ديال الرجال. هادشي باش معروفه تفروت هاد اللوان اللي كاينين قدام. دابا حنا تطورنا درنا لوانات اخرين عند الشباب، دابا راه كيبغيو يبدلوا شويه، درنا لا كولور البيج الموف الغوز، الدريات كيبغيو اللوان بزاف على حساب اللبس. دابا كاين اللي كيبغي داكشي كيلبسو مع الجين والرومي. وبالنسبه للمزوقين كاينه تاكوني ضيفت، خالتي سنت كوني ضيفت وحده كتشبه ليها، وكاين واحد الماركه عندها الوريضه سميتها تنشبلت، والريحيت هي الحمراء، تمنيت كيقولوها الصفراء. يعني حنا ما بغيناش نبقاو غير في داكشي القديم، تطورت القضيه درنا موديلات اخرين حيت الشباب دابا كيبغيو يبدلوا، وما بغيناش ندخلوا داكشي نخليوه تقليدي، وما بغيناش نخليوه رومي، خلطناهم باش اللي بغى الرومي راه غادي يديها، بغى البلدي راه غادي يديها، حيت فيها كل واحد يشوف الموديل اللي مع من غادي، واش مع الرومي راه غادي يتلبس مع الرومي، بغى يلبسوا مع البلدي راه غادي يلبسوا مع البلدي. وبالنسبه للاقبال بالنسبه لتفراوت، كاينين الناس دابا اللي كيجيو من اكادير، كيجي حتى لاكادير، الناس كازا تيجي حتى لاكادير كيقول نمشي ندور في تفراوت، كيجي كيدير لابوكل من هنا لتيزنيت كيدور لاكادير، كيقول لك جاي على قبل البلاغي ونشوف تفراوت. ولكن القضيه ديال الحركه شويه هذا العام ناقصه شويه، والحمد لله الله يجعل البركه على حسب كورونا وهاد الحرب اللي كاين، نطلبوا الله السلامه، وهاد الزيادات اللي كاينين الغازوال تزاد بزاف الترونسبور، والناس ما جاوش بزاف هذا العام. وكنتمنوا الشهر 8 ان شاء الله كنتمنوا يتحرك القضيه ان شاء الله بحول الله. وهذا الشيء اللي كاين، تفراوت راه معروفه بلد سياحيه، بغينا الناس ديالها يشجعوها يجيو ليها، واخا يصبروا في حقهم باش تشجع تفرج، ما عمرها تبقى بلا الحركه، تتحرك القضيه. لا الثمينه كاينين اللي بغيتي، الثمن دابا ما نقدرش، كاينه بلغة ديال من 50 درهم حتى 1300 درهم بالنسبه للعيالات، ديال العيالات فيها بلغة عندها النقره من الفوق ومطروزه باليد وعندها العقيق ديال كريستال من الفوق. المهم وكاينه بلغه ديال المهم اللي جا غادي يلبس، هادشي اللي كيتسال بنادم اللي جا يلبس، اللي لبس المسكين ولبس المويان ولبس اللي لاباس عليه. المهم هادشي خص اللي جا يدي البروك ديال تافراوت، وكنتمناو الناس يجيو يزورونا في تافراوت، راه تافراوت في واحد المدينه زوينه فيها ما يتشاف. حنا دابا عندنا درنا واحد لاباج في الفيسبوك تما فين شتا الناس بغاو هاد الصناعه التقليديه عليها الاقبال، عندنا واحد لاباج سميتها باب الشوب تيريويت ايت موسى، خدمنا بها في الفيسبوك والانستغرام، الحمد لله بخير. الناس كيبغيو المنتجات ديال تافراوت كيطلبوها لنا من اي مدينه كنصيفطوا لهم، و كاي كنديروا التسويق الالكتروني. وكاين الناس المنافسه كاينه، ولكن البلاغه ديال تافراوت راه ما كاينش بحالها. لا زايدين تزايد هنا فيه تقريبا شي 30 محل، والدراري اللي خدامين غتكون شي كدا 30 خدام اللي خدامين مع مالين المحلات. وكاين مثلا يتباها خدمتهم عاوتاني بوحدها، وكاين في تيزنيت، كاين في تارودانت، ولكن البلاغه ديال تافروت الناس اللي كيقولوا هاد الهضره ماشي انا كصانع تقليدي، الناس اخرين الكليان اللي كيقول لك ودي بلاغه ديال تافروت ما كنلقاوش بحالها، حيت يعني ماشي كنشجع انا بلغه ديال تافراوت، انا بغيت نشجعها تمشي بعيد، ولكن بالنسبه للكاليتي ديالها في الشكل، حيت كاينين البلاغي اللي غتشري دابا ب 60 درهم وتشريها في تافراوت مثلا ب 80 درهم كتلقى اكثر من النص ديال الفرق ديالهم، حيت الكاليتي ديال الجلد الكاليتي ديال لا سوميل. ودابا لي برودوي باش كنخدموا راه تزادوا، كلشي تزاد، البيدون الطارو ديال الكولا زدنا فيه 60 درهم، القومه زدنا فيه 20 درهم الكيلو، هادشي تزادو، حنا بقينا في الثمن ديالنا. الا سولتيني دابا الثمن باش بعت العام الفايت، راه داك الثمن باش بعنا هذا العام،
حيت الا ما درتيش هكا الناس ما غاديش يشريو. حيت الله يحسن العوان بنادم راه جاي يدور في تافر، وجاي مع ولادو، عنده لي فري ديال الدار، عنده الضو، عنده الماء، عنده هادي، وبنادم خصك تشجعو باش يشري وعاود يرجع ويصيفط لك الناس. شنو هو اللي غيجعل هاد البن غادي تفرط تبقى صامده لسنوات مقبله ما تكونش؟ بنادم كما كيقول لك خصك دير لا كاليتي حاجه مزيانه ودير ديفيرون. بنادم دوما الا جا خصك تعطيه الجديد كيقول لك فين هو الجديد. حيت الا خرجتي مثلا المراه بغات شي صنداله، كتخرج لها الصنداله اللي عندها ذاك العام راه خلاتها في الدار، راه كضربها عام عام ونص عامين كضرب عندها صنداله. الا خصك تخرج لها شي موديل اخر باش تشري. الا بقيتي عارف ذاك الموديل راه ما غاديش تقول لك دير باقي عندي ذاك العام. وحنا ديما كنضربوا نديروا شي موديل جديد باش كل شيء، المهم ديما يكون الجديد. ولا بغيتي نوريك الموديلات اللي درنا دابا وباش تشوف واش كاين الفرق ولا لا، حيت غتنقص شي حاجه وتزيد شي حاجه ودير الموديل. يا هادشي اللي كاين.